نعود إلى إسطنبول الآن. سفيان بارودي، كيف تتفاعل الطبقة السياسية مع نتائج الانتخابات ومع تعثر كليتشدار أوغلو تحديد أو تحديدا رغم فوز أو برهان المعركة بإسطنبول؟ نعم أسامة، إذن هنا في إسطنبول تحديدا في وسط المدينة، ولو أن المعارضة فازت بهذه المدينة إلا أن الأجواء طبيعية، رغم أن مرشح المعارضة دعا بصفة ضمنية في إطار خطابه الذي اعترف بهزيمته، دعا إلى التعبئة شعبية، لكن الفئات الشبانية والفئات النسائية التي دعمت ترشحه لا تؤمن بقدرتها على مواجهة ما وصفوه لنا بتنظيم محكم للرئيس التركي. إذن الشعب التركي جدد ثقته في الرئيس المنتخب لولاية ثانية التي ستكون مفعمة بالتحديات الداخلية، خاصة فيما يخص التحدي الاقتصادي. ولا شك أن أيضا إمكانية واكتساب الرئيس التركي دعم طيف من الأكراد مكنه من حل جزئي للمسألة الكردية التي تطرح هنا داخل تركيا، ولكن أيضا هي مسألة جهوية سيجب مواجهتها. بالإضافة إلى هذا يمكن إضافة أن هناك العديد من التوجسات لدى المعارضة والعديد من التخوفات، لأنه من المحتمل أن يفكك التحالف المعارض الذي ليس له تجانس سياسي ولا إيديولوجي ولا حتى تنظيم حقيقي في الميدان.